هذا المساء على بي بي سي نيوز عربي. الخامسة صباحا بتوقيت غرينتش، نشرة الأخبار من بي بي سي نستهلها بالعناوين. البرازيل ثالث دول العالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا من حيث عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا بمعدل حالة وفاة كل دقيقة تقريبا. مجلس الوزراء اللبناني يعلن تمديد التعبئة العامة لمواجهة جائحة كورونا حتى 5 يوليو تموز المقبل. قوات شرق ليبيا تعلن إعادة تمركزها خارج طرابلس في إطار مبادرة إنسانية بعد ساعات من إعلان حكومة الوفاق سيطرتها الكاملة على العاصمة. آلاف المحتجين يخرجون إلى شوارع مدن أمريكية لليلة العاشرة على التوالي للمطالبة بالعدالة العرقية وحفل تأبين لجورج فلويد في مينيابوليس حيث قتل بيد شرطية. في النشر أيضا بعد قليل، تركيا تفتتح مدينتين طبيتين على طرفي إسطنبول بسعة آلاف الأسرة لمكافحة وباء كورونا. أسعد الله صباحكم بكل خير، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار. تجاوزت البرازيل وإيطاليا لتصبح ثالث أكبر دولات في العالم من حيث عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا بعد الولايات المتحدة وبريطانيا. وقالت وزارة الصحة البرازيلية إن أكثر من 34 ألف مواطن فقدوا أرواحهم بسبب الفيروس حتى الآن. وقد أعلن عن وفاة ما يقرب من 1500 شخص في الساعات 24 الماضية، أي